كشف علاء شربيني بنرحب بيك النهارده وجاي ايه الابطال فيلم الخط العين. اول حاجه الف مبروك ويا رب دايما النجاح وكل حاجه يعملها تبقى زي الفل ومكسره الدنيا. فيلم مميز جدا ان شاء الله اكيد مدام محمد عبد الرحمن وعلي ربيع ومعتز التوني هيطلع ايه غير كوميديا وضحك وهزار، فاكيد ان شاء الله يكون فيلم حلو ان شاء الله. مبروك عليهم ويا رب دايما في نجاح. كيف عودة السينما مرة تانية بعد الكورونا وابتدينا خلاص نرجع لحياتنا تاني الحمد لله شوية؟ يعني بص السينما عودتها دي مهمة جدا، كل الأنشطة أكيد يعني مهمة جدا تعود، ولكن ناخد بالنا شوية من الأمور وننزل واحدة واحدة إن شاء الله. فكرتش تمثل؟ أفندم؟ فكرتش تمثل؟ لا خلينا في الطبخ أحسن. حبيبي حبيبي ربنا يخليك. لا تمام. جديد الفترة اللي جاية بالنسبة لك في البرامج وين؟ عامل برنامج جديد اسمه أصغر شيف بيتعرض على قناة أون إي الساعة 7 كل يوم جمعة، برنامج مميز جدا، برنامج له علاقة بس بالأطفال وإن شاء الله يعجبكم، إن شاء الله يعجب كل السادة المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله بشكرك، شكرا.